لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ لأنه هذا سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى تجيب هذا السائل، ما لم يتضمن ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. جاء الشيخ خارج من هنا قابل واحد عند الباب قال: أسألك بالله، من طالب علم ودرس الآن كتاب التوحيد، أسألك بالله 10 ريال، والله مصدق ابغى اشتري بكر دخان واشرب واروق، اسالك بالله تعطيه؟ ها تعطيه؟ لا. قال: كيف؟ سؤال بالله. قال: هذا اعانه على منكر. قال: الدخان منكر؟ قال: نعم، من يقول انه ليس بمنكر؟ منكر ونسب. نعم. او ضرر على من؟ على المجيب. هذا الاخ يشبه احد من الاخوه، فجاء قال: والله مضطر للسفر، اريد اسافر، وتعرف التاشيره والخروج والعوده، وانتم ما شاء الله عندكم جنسيه مفتوحه، فانا اخذ جواز سفر اسافر وارجع، ما يحصل ضرر ولا شيء، اسافر بجوازك وارجع، وش الاشكال؟ صحيح؟ اسالك بالله تعطيني جواز السفر. ضرر على المجيب، لكن اذا كان لا يوجد ضرر يصح. طيب، ياتي بعض الناس وانت تشتبه فيه، ممكن انه يبغى دخان وممكن يبغى طعام، فقال: اعطيني 10 ريال ابغى اكل، وانت تشك فيه انه يبغى مخدرات، يبغى دخان، يبغى كذا، ايش تصنع؟ تقول: تعال معي انا اشتري لك طعام من المطعم من هنا، اشتري لك طعام، او اذهب الى المطعم واتصل عليه من المطعم، انا احاسب مثلا بالانظمه الحديثه مثلا يصح؟ نعم، هذا احسن واولى. مفهوم؟ نعم.